فرنسا تدعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية المغربية، هذا خبر سار جدا، فهنيئا للجميع، لجميع المغاربة وللدبلوماسية المغربية التي يعني عملت أظن جاهدا من أجل الوصول ل يعني هذا التصريح من طرف رئيس فرنسا. وأنا شخصيا أتمنى كمواطن بسيط أن تعجل فرنسا بفتح قنصلية في مدينة الدخلة أو في مدينة العيون أو مدينة أخرى من أقاليمها الجنوبية. خبر صار آخر وهو العفو الملكي عن صحفيين ونشطاء وحقوقيين ويعني آخرين. فنتمنى أن تستمر الجهود في هذا النسق، يعني في إطار البحث عن سبل تحقيق الصلح والمصالحة مع جميع أبناء المغرب إن شاء الله، وبالتوفيق للمغرب والمغاربة، وتحية للجميع.